والآن أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الإلكترونية لليوم. نبدأ من جريدة الأخبار، حيث عنونت تأجيل تسريح القائد في الحكومة قبل الطعن فيه. ماذا في التفاصيل؟ أكدت مصادر في القوات اللبنانية للأخبار أنها لن تقاطع جلسة اليوم رغم عدم إدراج بند التمديد على جدول أعمالها، ورغم الحديث عن إعادة الملف إلى الحكومة، لأنه في حال عدم إقرار الحكومة للتمديد فسنصل إلى طرحه في الهيئة العامة. وعلمت الأخبار أن القوات تعمل بكل السبل الممكنة على أن يمر اقتراح قانون التمديد في مجلس النواب لتكريس الأمر كبوينتاج رئاسي لقائد الجيش، باعتبار عدد الأصوات المؤيدة للتمديد أصواتا مؤيدة لانتخاب عون رئيسا. أما في الحكومة، وفي حال لم يخضع رئيسها لضغوط تطير الجلسة، فسيطرح من خارج جدول الأعمال على الأرجح تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة 6 أشهر استنادا إلى اجتهاد قانوني أعده الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي، من بين اجتهادات أخرى تتعلق بالتمديد والتعيين. وينتظر أن يقر تأجيل التسريح من دون تصويت وزراء حزب الله والاشتراكي معه، إلا أن إقرار تأجيل التسريح لا يعني سريان القرار، بعدما برزت مؤشرات إلى نية التيار الوطني الحر الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، وربما الطلب من وزير الدفاع موريس سليم تكليف الضابط الأعلى رتبة تولي مهام القائد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش. والآن مشاهدينا إلى نداء الوطن، حيث عنونت المعارضة اليوم في البرلمان للمواجهة وثقل الخماسية وبكركي وراء التمديد. إذن في انتظار جلاء موقف ميقاتي، برزت أمس معطيات مهمة وصفتها مصادر واسعة الاطلاع لنداء الوطن بأنها ضغوط مثلثة الأضلاع، وهذه الضغوط الثلاثة هي: ضغط دبلوماسي كبير من اللجنة الخماسية لأجل لبنان التي اكتشفت القطبة المخفية خلافا للوعود التي أعطيت لها، لكن عندما اطلعت على ما يحصل بدأت تتواصل مع المعنيين لتقول أنها لن تقبل بأن يتلاعب أحد في هذه المسألة. وضغط بكركي الصارم، وهي تقوم بدور كبير وتعتبر أن ما يجري موجه ضدها. أما الضغط الثالث فما تقوم به القوى السيادية ولا سيما القوات اللبنانية من ضغط كبير في هذا الاتجاه. وفي هذا الإطار برز أمس استقبال البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي على مدى ساعة في بكركي السفير السعودي وليد البخاري. وعلمت نداء الوطن أن توقيت الزيارة يراد به إرسال رسالة واضحة في جميع الاتجاهات. فالسفير السعودي أراد القول أن بلاده ومعها اللجنة الخماسية تقف خلف البطريرك الراعي في معركة عدم إفراغ القيادة العسكرية وانتخاب رئيس سيادي وإصلاحي. وفي معلومات من مصادر دبلوماسية لنداء الوطن أن لجنة الخماسية جددت التأكيد لمن يعنيهم الأمر وجوب التمديد لقائد الجيش وعدم انتهاز فرصة نهاية ولاية جوزيف عون لمزيدا من الفراغات التي تروق لبعض الأفرقاء وتعقد الأزمة الأكثر. وقالت المصادر أن في انتظار لبنان تعقيدات كثيرة قريبا وعليه استعجال ملء الفراغات. وهناك استحقاقات ما بعد حرب غزة تشمل لبنان بقوة، ما يوجب على لبنان الرسمي أن يكون حاضرا فيها بقوة. إذن ماذا عن جلسة البرلمان اليوم؟ أفادت معلومات عن اتفاق مبدئي بين كتلتي اللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح من كتلة التجدد على دمج الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بقائد الجيش والضباط في صيغة موحدة للتمديد لكل الرتب سنة واحدة في مختلف الأجهزة الأمنية. وعشية الجلسة أوردت مقدمة نشرة أخبار تلفزيون MBN التابعة للرئيس نبيه بري أنه في موضوع تمديد ولاية قائد الجيش تبقى الحكومة هي صاحبة الحق، ولكن إن تلكأت عن منع الفراغ في المؤسسة العسكرية سيقول مجلس النواب الأمر لي. إلى الجمهورية مع مارلين وهبي، حيث عنونت لليوم هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ ماذا في تفاصيل هذا المقال؟ السيناريوهات المتوقعة في مجلس النواب بحسب المصادر المتابعة هي الآتية:
أولا الإسهاب في مناقشة المشاريع المطروحة على جدول الأعمال قبل إقرارها، الأمر الذي سيؤجل البت بموضوع التمديد لقائد الجيش. وهنا تكشف المصادر المتابعة للجمهورية أن اتفاقا يجري العمل به بين حزب الله ورئيس التيار الوطني جبران باسيل يقضي بقبول الأخير بتأجيل تسريح قائد الجيش 6 أشهر على أن يوجه وزير الدفاع موريس سليم كتابا إلى الحكومة بهذا المعنى، فيحصل بالمقابل على تعهد بإخراج اسم قائد الجيش من الحلبة الرئاسية. إلا أن الاتفاق على هذا السيناريو لم يحسم بعد. سيناريو آخر يفيد أن قرار التمديد قد حسم، والبحث يجري في طريقة إجراء هذا التمديد الذي اتفق المعنيون على بته في مجلس الوزراء وليس في مجلس النواب، على أن يترك باب الطعن مفتوحا أمام وزير الدفاع أو من يرى نفسه متضررا من هذا التمديد. مصادر حقوقية تؤكد أن احتمالات الطعن كبيرة ومتقدمة في حال تم التصويت على تأجيل التسريح في مجلس الوزراء، ويمكن أن يبت بالطعن في مهلة قصيرة في مجلس شورى الدولة يمكن خلالها وقف التنفيذ خلال 15 يوم ولا يستغرق أشهرا كما قيل وكتب. حكي عن تحرك مهم قام به موفد لقائد الجيش إلى باريس، إلا أن أوساطا قريبة من القيادة نفت أن يكون قائد الجيش قد قام بأي تحرك في اتجاه الخارج بغية الوساطة من أجل التمديد له، فيما لمحت تلك الأوساط إلى مفاجأة محتملة قد يبادر قائد الجيش إليها بناء على نصيحة صديق، وهي الإعلان عن رفضه البقاء ساعة واحدة في القيادة بعد انتهاء ولايته. نختم مع أساس ميديا حيث كتبت لليوم ملاك عقيل بري آخذ على خاطره من الحزب تمديد آخر لحظة في الحكومة. وفق مصادر موثوقة تحدثت لأساس، لم يأتي تحديد جلسة لمجلس النواب الخميس ثم الحكومة يوم الجمعة إلا ضمن سياق ضغط مارسه الرئيس نبيه بري بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي وتحديدا على الحزب الذي أبقى ورقة التمديد عالقة حتى آخر لحظة. تقول المعلومات أن العلاقة بين بري والحزب شابتها في الآونة الأخيرة لغة تخاطب سلبية غير معهودة، وبري آخذ على خاطره لأن أي سيناريو للتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب كان من شأنه أن يحصد غالبية كبيرة مؤيدة للتمديد لعون تتجاوز بالسياسة وبالحسابات الرئاسية والعددية نسبة 51 صوت التي نالها سليمان فرنجية في جلسة 14 حزيران. هذا الأمر له محاذيرها التي يعرفها الحزب جيدا، لكنه استخف نوعا ما بتداعياتها ضمن سياق محاولة الحفاظ على حلفه مع النائب جبران باسيل. الساعات الأخيرة الفاصلة عن جلسة الحكومة ستكون حاسمة حيال قرار مشاركة الحزب في جلسة تأجيل تسريح العماد عون لمدة 6 أشهر. وبرأي متابعين ألا شيء يفسر جنون باسيل في هجومه على قائد الجيش وتجاوزه الخطوط الحمر في أسلوب التخاطب إلى حد تخوينه واتهامه بالفساد وقلة الوفاء، سوى تيقنه من تغطية الحزب أخيرا لجلسة التمديد عبر إكمال النصاب وليس التصويت. هنا تفيد المعلومات بأن الحزب عبر أحد وزيريه ستكون له مداخلة توضح موقفه من التمديد وأسباب صمته الفترة الماضية. تفيد المعلومات أن فتوى التمديد التي قد تخرج بها الحكومة ستكون مستندة إلى أحد الاقتراحات الواردة ضمن الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء. في المحصلة خسر باسيل معركة التمديد لفترة قصيرة، لكن بالتأكيد ربح معركة حذف اسم جوزيف عون من لائحة المرشحين التوافقيين. وما حصل يمهد لمواقف الثنائي الشيعي من معركة وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، لذلك كل ما حصل مقصود وأكثر. ميقاتي من جهته لم يكن معنيا إلا بقدر تسجيله نصر توفير المزيد من غطاء المشروعية لحكومتهم.